يقول الراوي: كنت جالسا عند الحسن بن علي الإمام المجتبى صلوات الله عليه، فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، يطلبني، أنا ما عندي مال، هذا يريد يأخذني يحبسني، وهذا حرام من الناحية الشرعية. إذا واحد يعطيك شيك بلا رصيد، بس يعطيك شيك الآن ما عنده، أنا أرفع عليه دعوة وألقيه في السجن، إذا ما عنده هذا حرام، ما إلي حق أضغط عليه أنه يبيع بيته أو يبيع الأشياء اللي تعتبر من مؤونته ومن شؤونه، ما عنده بقى. أحد الإخوة ذكر لي أنه قبل أشهر، الآن في الدنيا في هذا البلد، في بلاد أخرى، أكو ألوف المساجين متداين الآن ما يقدر. قال: أنا ذهبت وبحوالي مبلغ واحد، قال لي: أكو هنالك 60 سجين، أرباب 60 عائلة، دول مديونين ما عندهم. قلت: كم يكلف؟ قال: مبلغ كذا، يعادل حوالي 350 دينار في بلد ثاني. يقول: أنا أعطيت هذا المبلغ وأنقذوا كلهم بحوالي 350 دينار، أدخل السرور في قلب 60 عائلة بهذا المبلغ الزهيد. إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني. فقال الإمام: والله ما عندي مال فأقضي عنك، أنا ما عندي شيء، ما عندي، وحلف له. قال: فكلمه. اجى للإمام قال: أنت كلمه حتى لا يلقيني في السجن. واحد يصير واسطة يذل، يشعر بالإذلال، تعال روح اطلب من هذا، روح إلى بيته، حاضرين نسوي هذا العمل؟ لا، كثيرا ما، لأنه واحد يشعر بالذلة، يشعر بالمنة، أحيانا يراد، أحيانا ما وجهه يراق. ولكن الإمام ما كان يفكر بهذا المنطق. قال الرجل: فكلمه. فورا الإمام فلبس عليه السلام نعله وقام حتى يروح لكي يكلم ذلك الطالب الدائم، أنه لا تضغط عليه. فقلت له: أنا الراوي اللي كنت أشاهد هذا المنظر، يا ابن رسول الله، أنسيت اعتكافك؟ أنت معتكف، كيف تترك الاعتكاف وتذهب خارج المسجد؟ فقال عليه السلام: لم أنسى، ولكني سمعت أبي، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه. إذا واحد إجى عند حاجة، أنتم سعيتوا لهذه الحاجة، فكأنما عبد الله عز وجل. كم احنا في السنة، كم ليلة نحييها بالعبادة؟ يمكن 3 ليالي، ليالي القدر، وكم نشعر بأننا أدينا عمل مهم، وفعلا هو عمل مهم. ولكن من سعى في حاجة أخيه فكأنما عبد الله عز وجل 9000 سنة، صائما نهاره قائما ليله. هذا الثواب، حاجة واحدة، هذا الثواب العظيم الذي جعله الإسلام للاهتمام بأحوال المجتمع. إحنا هذا الشيء يجب علينا أن نحاول أن ندخله في برنامج حياتنا، الاهتمام بشؤون الآخرين.